برضه ان عيد ميلادي يتعمل في ملاهي. على الله بس ابو الولد يعني حاسب على كل الحاجات. استنى يا هشام. ايه؟ هو احنا نقول لهم ان احنا مخطوبين بقالنا قد ايه؟ لازم نتفق عشان كل واحد فينا اتسأل لوحده ونقول نفس الحاجة. شهر ونص مثلا؟ متهيألي شهرين. ليه؟ مش حاسس ان علاقتنا تدي شهرين. ماشي. طب هو انت بديت الدبلة؟ خليها في اليمين. انا اسف. انت بتهرجك؟ معلش. بجد؟ كويس انك فكرتيني، برافو عليك. يا لهوي يا هشام. معلش معلش معلش. يلا. استنى، هو احنا نقول لهم ان انت بتشتغل ايه؟ مدير اوتيل في الغردقه. لا ما ينفعش نقفر قوي كده، الحاجات دي تتفقس. على فكره دي شغلانتي الاصليه. ماشي تمام، لو ده يريحك يعني. انا ممكن امشي لو مش مصدقاني على فكره. يا سيدي خلاص، مدير اوتيل مدير اوتيل، اتفضل. انا متوتره. ايه؟ طب واحنا نقول لهم احنا هنتعرف على بعض ازاي؟ هو انت جاي تفتكر هنا ليه؟ ما اتكلمناش في ده قبل كده ليه؟ يا سيدي معرفش بقى، انا قلت انا هاخدك في ايدي كده وخلاص، كل ما اجي اقرب منهم خطوه بفتكر اسئله جديده، اعمل ايه يعني؟ قلت متوتره. احنا نقول لهم احنا اتعرفنا على بعض ازاي بقى؟ نقول لهم اتعرفنا على بعض ازاي؟ ممكن نقول مثلا ان بودي كان بيلعب في تيم بتاع اوتيل، وانت الويتر جه ينزلك عصير مانجا، فانت اتسحلتي مع الشاليمون اللي بيسيهم كده. في الوقت ده بودي وقع في الغويط، مين بقى بيمر على الاستاف؟ مدير الاوتيل. فرحت ناطط بهدومي انقذته، طلعتهولك وانا بديهولك، بقى عنينا خبطت في بعض والعبنا ريق بقى ودباديب وقلوب كتير وكده. اوفر يا شيخ، اوفر جدا والله. انا اتعلمت ان كل ما الكدبه كبرت كل ما اتصدقت اكتر. زي مدير عام اوتيل كده. بعدين بقى بقول لك ايه، احنا نقول لهم ان احنا اتعرفنا على تندر ولا حاجه، سهله وبسيطه وبتتصدق. اوكي ماشي. ايه ده؟ الله، احنا اللعبه دي امنيه حياتي العبها من وانا طفل. شكله هيبقى اوردر زي العسل. وانتوا بعد الجواز بقى هتقعدوا في الغردقه ولا انت هتنقل هنا؟ لا يعني الوضع المثالي طبعا ان انا افضل هناك، وكل شهرين ابقى انزل اجازه اسبوع كده، مبقاش في مشاكل، الحياه لذيذه برضه. لميا وبودي وحشوني شويه، عارفه فكره برضه نجدد الاشواق وكلنا نتبسط يعني. هو انت هتسيبيه يبعد عنك كل ده؟ مش هتخاف عليه؟ لا طبعا سيبيه يحلم، هو في ست تتوسع على الوضع ده؟ لا في، على فكره وحياتهم كانت في منتهى السعاده لحد ما عاشوا مع بعض. هما مين دول؟ زميلي رامي محسن، واحد من زمايلي يعني. لما نزل عاش هنا حياته اتدمرت تماما بعد ما كان مدير عام، نزل بقى ملطشه، كله بيلطش فيه. يا نهار ابيض، ده انا لو مكانه كنت انتحرت. لا هو ايمانه قوي الحمد لله. اوه بص اللعبه دي طلعت لحد فين؟ ما تيجي نلعبها. انسى. على فكره دي بتاع الكبار. لا لا انا بتعمل الحاجات دي. طب هروح اركبها انا. نعم. انت تروح تركب وتسيبني لوحدي؟ 10 دقايق. مش هو انا جايبك هنا عشان تلعب وتقعد معايا؟ على فكرة الغرض من لما جه يتحقق بيتعاملوا معاك انك مرتبطة. بتنام يا هشام؟ بحب قوي الخناقات بتاعت بداية العلاقات دي، بتبقى جامدة قوي. ايوه. مش دايما بتبقى لذيذة على فكرة. أنا أخويا خطب وفركش في ظرف أسبوع بسبب الخناقات الصغيرة دي. أسبوع؟ ليه؟ هما اتعرفوا على بعض إزاي؟ من على تندر. هو أصلا في ناس عاقلة تتجوز من على تندر، ده الناس بتشقط بعض منه أساسا. أنتوا صحيح اتعرفتوا على بعض إزاي؟ ها؟ قصة غريبة جدا الحقيقة. بس أنا كنت قاعدة على الفول وبودي كان قاعد برضو معايا، وبعدين جالي عصير مانجا كنت طالباه، وبعدين سرحت في الشريمون فاكر؟ أم فيونكا. أيوه بالظبط كده. وبعدين بودي وقع في الفول فحبيبي هشام راح لحقه. بس هيرو. Yes he's my hero. قصة مقنعة تماما. نعم. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.